فبالتالي اللي عايز اقوله هنا للمواطن، احنا لا بنخوف حد، ولا ان احنا بنقول ده سيناريو متشائم، ولا ان احنا بنقول ده انتوا كده ازاي بتقولوا انتوا عايزين استثمارات ما تجيش. لا، احنا بنعرض في اطار من الشفافيه ايه اللي ممكن احنا كدوله هتكون مسؤوليتنا لو اتحصلت اي سيناريوهات. فانا حبيت اكد على هذا الموضوع، ولكن الحمد لله، وده اللي انا دايما وقلته في اخر الجلسه اللي فاتت، اطمنوا احنا يعني مدبرين احتياجاتنا بصوره كبيره جدا كدوله، عارفين الدنيا تمشي ازاي، ولازم نكون، ودي مسؤوليتنا مرة اخرى، كيف نضع كل السيناريوهات في الحسبان عشان نتعامل معاها ونبقى عارفين ان احنا نتحرك فيها.